يصروا هذه المقابله، لكن احنا ثاني عندنا مايسترو واحد اخر معنا هو المعلق حفي الدرجي، وراح نتابعوا اجمل لقطات جمال مناد مع المايسترو حفي الدرجي. رحموني في تنفيذ التماس مع مناد. مناد يراوغ، يبقى محتفظ بالكره، يراوغ مره ثانيه مناد، صعوبه يفتح مناد، هايله مفتاح، ما يسجلش، ما يسجلش مفتاح وجه لوجه، ما يسجلش مفتاح، لا مفتاح ولا الحارس ولا مدافعين تاع الفريق النيجيري كانوا يظنوا بان مناد في الزاويه اللي كان فيها قادر انه يفتح، لانه الا اللي يعرف مناد في مثل هذه الاماكن يقدر باش يوزع كره جميله. شوف وضعيه صعبه، يتمكن باش يفتح مناد مفتاح وحده، مفتاح يضيع هدف التعادل. معليش مناد، مرة مرتش بعيد، ريحة من مناد، ولو انه الوضعية اللي كانت فيها الكرة بعيدة على مناد وتصعب من مهمته باش تكون في الشباك. دقيقتان من انطلاقة الشوط الثاني، دائما جوليوس بيركر هدف شبيبة القبائل صفر، والإعادة والخطأ الذي ارتكب على حد عدنان في تنفيذ الخطأ. مناد، مناد وموجود مفتاح، موسوني، حد عدنان، رحموني، وأيضا عمروش. قوية ما دخلتش، قوية وفاتت على رأس حاج عدلان. محاولة أولى لفريق شبيبة القبائل في هذا الشوط الثاني، مهمة صعبة بالنسبة لمناد وسط أطلع. شوف مرة أخرى الإعادة وحده، كانت قوية عليها، عالية دائما. مفتاح، بوسوني، حاج عدلان وحده، حاج عدلان مع مناد، مليحة مناد، يدخل مناد، مناد ما دخلتش، رائع رائع يا مناد، لقطة الخطيرة الثانية على الجهة اليمنى. مناد مع موسوني بسرعة، يطلب الكرة موسوني، يلعبها مع مناد، موسوني يفتح كرة عالية في اتجاه الهجوم، عمروش، أوه ما وصلتوش، ثم خطي، تحية عمروش على الجهة اليسرى، تدخل قوي تروح مباشرة للتماس، تمتع مناد على الجهة اليمنى، وضعية صعبة والحارس يخرج الكرة هذه، قوية من مناد. بها الفريق، سلمون من عند المدافع الأيمن عمار يوسف، سلمون طويلة. كاين المدافعين النيجيريين، مفتاح شوف الجهه اليسرى كاين امكانيات كبيره للعب بالنسبه للشعب. اوه هايل يا مفتاح، هايل، يلا الهدف، الهدف عدلان وحده، هدف التعادل لمناد، احسنهم اكبرهم مناد، يحرر الفريق ويحرر 70,000 متفرج، هدف مقابل هدف بعد 19 دقيقه لعب. يا سلام على مناد، مناد احد اقدم لاعبي شبيبه القبائل، احسن ما انجبت كره القدم الجزائريه، يكون في المستوى. كنت تقول قبل هدف التعادل بانه هنا لازم تظهر الخبره والتجربه والامكانيات الفرديه تاع اللاعبين، وهنا مناد في المكان المناسب. كنت تقول بان كل شيء يجي على الاجنحه، فعلا على الجهه اليسرى جات اللقطه، مفتاح مراوغه من اروع ما يكون. شوف الاعاده على الجهه اليسرى، امكانيه كبيره، يفتح مفتاح ناحيه حاج عدنان، استرجع الكره مناد في الوقت المناسب، يعدل النتيجه ويحرر 70,000. يا سلام، هدف مقابل هدف، هدفان مقابل هدفين في مجموع اللقاءين، 70,000 متفرج، ملعب 5 جويلية يهتز من جديد، هنا كل شيء يعود وينطلق من جديد، وكأن النتيجة راهي 0 مقابل 0. هذه الكاس ليبقى الأهلي صاحب